السلام عليكم متابعين موقع طنجي، ومرحبا بكم في ميكرو طنجان. وهذا الفيديو هذا ما عندوزوش معنا الناس طنجة، عندوزو الناس اللي مجلس قوس فاكونس في طنجة. يلا بحالنا خي سلام الله، نقول لك مرحبا بك عندنا في طنجة. اي الله يبارك فيك. انا كنقولش طيب. عندها منوره وحسينا هنا اموال فين حنا طنجة كل عام كنجيو ليها، ماشي اول مره. من كتجي؟ من الرباط، من تماره بالضبط. من تماره. وشنو اللي كيعجبك في طنجة بزاف؟ واش نقول لك، حنا مولفين طنجة، ماشي انا كتعجبني الجو ديالها، الناس ديالها مضيافي الله يعمرها دار. هما كيقولوا الناس الشمال فيهم شويه ديال العنصريه. لا ما كاين لا عنصريه لا والو، في أقاليل هذاك الشيء ما نحسب على رؤوس الاصابع، ولكن الحمد لله حنا خوت، حنا مغاربه كاملين، الشمال مولفين وطنجه مولفينها. انا الوالد ديالي الله يرحمه كان خدام في كوماريت، انا باقي صغير كنجيو هنا لطنجه الحمد لله، الناس الله يعمرها دار والحمد لله على بلادنا وعلى الشمال ديالنا. سا عبد الرحمن كتعجبو طنجه؟ اجا عبد الرحمن عزيز عليه طنجه. شنو كيعجبك في طنجه بزاف؟ انا كتعجبني بزاف يعني كتعجبني. كتمشي البحر، المواطع اللي مشيتي لهم زوينين؟ زوينه البحر. فين مشيتي بلاصه اللي عجبتك في طنجه؟ داليا. داليا براوة، مرحبا بك عندنا في طنجة. الله يكبر بك، شكرا بزاف، هذا شرف ليلي. إلا قلت لك كيفاش كتجيك طنجة؟ طنجة واعرة، طنجة واعرة وناسها واعرين صراحة. بالنسبة كنت مستقر فيها 2017 دابا 2023 وناسها حلاوة ما شاء الله. ناسها واعرين. واعرين. كاين صراحة كتلقى شي طبقات اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بالنسبه للناس اللي عاشرت ولا الناس اللي انا اللي عاشرتهم الله يعمرها دار، وتحيه لناس ديال طنجه هذا المنبر هذا الجميل. وشني اللي ما عجبكش في طنجه؟ شي حاجه ما عجبتكش؟ هي كسبوا في الدين ديما بزاف، استغفر الله عليك الماء، هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش. وكيقولوا الناس تاع العنصريين، واش فعلا؟ لا شوف، عنصريين مع الناس اللي عنصريين. بالنسبه لي انايا عاشرت طنجه ديال بصح، ماشي يعني غير كيجو بالنسبه انا راه طنجاوي، عاشرت الناس الطنجاوي ديال بصح والحلاوه والله يعمر سلعك ويوقف معك السراء والضراء. تبارك الله عليك وشكرا لك الصراحه. كيفاش جاتك المدينه ديالنا؟ طنجه الصراحه مش هذه هي اول مره نجي لها، هذه ثاني مره اللهم لك الحمد. طنجه زوينه الصراحه، بالناس بالضيافه بالجو بجميع الامور فيها مزيان. وشي حاجه اللي ما عجبتكش في طنجه مثلا؟ اللي ما عجبتكش؟ اكثر الطلاي. ياك اكثر الطلاي هما اللي ما مزيانينش فيها. اش نقول لك، كيقولوا الناس الشمال عنصريين. الصراحه ما عمري طحت في شي موقف بحال هكا باش نقدر نبرر لك به ولا هذا، كما كندور عادي الحمد لله، غير باش نقدر نحكم على ناس ما عمري تجمعت معاهم في شي موقف ما نقدرش نحكم. نقول لك كيفاش جاتك طنجه؟ طنجه اش نقول لك، جاتني طنجه مدينه زوينه وتبارك الله، فيها مناظر خلابه خواه هذا نقول لك، وفيها بلايص بنادم خصو ضروري يجي لهنا ويستكشف ويدور فيهم، فهمت؟ فيلي ويتسارى ويقولوا يشوف المناظر اللي خلابه هنايا. شنو مدينه جيت؟ مدينه تفشاوي. يعني مشمشاوي. اول مره ولا سبق لك جيت؟ لا اول مره نطلع لي هنايا. اول مره كنت انا في الحي الداخل الخا. والله مرحبا الله يرحب بك. شنو اللي ما عجبكش هنا؟ كل شيء فيها مزيان والله الا خاوه. تبارك الله عليك يا محمد. شكرا. شنو مدينه جيت؟ الحسيمه تبارك الله. عاد كنت فيها. الا قلت لك شنو كيعجبك في طنجه؟ طنجه العشو ديالي، جيت انايا دابا تقريبا دابا 6 سنين. الله يعمرها دار وفهمتي، المهم كل شيء هنايا مزيان ما شاء الله. شنو غنقول لك، الناس ديالها، المهم الجو والاجواء كل شيء. وشي حاجه اللي ما عجبتك شي في طنجه؟ صح، ما كانش شي حاجه ما عجبتني، غير من ناحيه شي الحمايده كيكونوا بس لي شي حاجه، وانما من ناحيه طنجه صراحه واعيه بزاف. وشني الناس اللي كيقولوا الناس الشمال عنصريين؟ لا، ديك غير فكره داوها الناس قدام، من ناحيه العنصريه ما كايناش العنصريه، فين ما مشيتي غتلقى الناس هي هكا وهكا، لانهم ما يمكنش نكونوا كاملين بحال زعما مزيانين، واحد الجهه تلقى فيها فهمتي، غتلقى الخايب، ما يمكنش تلقى فين ما مشيتي تجبر مزيان وخا. والله حبابك فين ما مشيتي تلقى الخاو ديالي. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك الخا. من جيتي؟ قصر كبير اخا. وكيفاش كتجيك طنجه؟ صراحه الاجواء مزيونه وكلشي مزيون هنا الخا والحمد لله كاين. وشي حاجه ما عجبتكش في طنجه؟ كاين الخاوه كنشوف ان فهمت الدار كثرت بزاف الخاوه، فهمت سوا هادشي ما صالحش صراحه. كيف كتشوف الخاوه راه غمشه وكترجع لوريا الخاوه، فهمت هادشي ما صالحش صراحه. كيقولوا الناس الشمال عنصري؟ لا بالعكس كاين الناس هنا صراحه مزيونين وكيرحبوا بنا صراحه، وحتى حنا كنرحبوا بهم في قصر، المهم مزيونين الحمد لله كاين. تبارك الله. الله يبارك فيك خاوديني. تبارك الله عليك. هاني وحول الله عزيز.
اجي نقول لك كيفاش قولي من زينه وقولي طنجه كيفاش كتجي. طنجه مزيونه خاو والله العظيم الا ناضيه فهمتي. زينه من كد من جيتي؟ انا من الشاون فهمتي. يعني تبارك الله يعني من الشاون الشاون موجود اليوم. الشاون ناضيه خاو والله. وطنجه شنو كيعجبك فيها بزاف؟ طنجه فيها الخدمه وفيها كيتسمى بنادم كيتسمى نقي فهمتي كيفاش والله العظيم ما عمرها سرعه خاو فهمتي. ولا قلت لك شي حاجه شفتيها في طنجه ما عجبتكش؟ ما شفت والو خا. يعني الامور الحمد لله مزيان. الامور حاله. واحد الهضره كيقولوها بزاف كيقولوا الناس الشمال فيهم العنصريه. لا 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 والله الا الناس الشمال لا عمرها سرعه الرجوله خاي. ياك اخي والله العظيم. تبارك الله. خويا انا من مكناس. تبارك الله مرحبا بك انا طنجة. الله يحفظك اخويا. كيفاش جاتك المدينه ديالنا؟ مزيانه اخويا كل شيء هو هذاك اجواء مزيانه وبخير. شي حاجه ما عجبتكش هنا في طنجة؟ على كل شيء مزيان الحمد لله. كيقولوا الناس ديال الشمال فيهم العنصريه واش؟ لا 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 والله الا كلشي هو هذاك الناس مزيانين الله يعمرها. يعني كل امور الحمد لله كامله مزيان. مزيان اخويا الله يحفظك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. كما شفتوا كانت هذه الاجواء اراء الناس اللي في طنجه. لا كنتي من كازا ولا من فاس ولا من قنيطره ولا من الناظر من ما كنتي غنقول لك مرحبا بك عندنا في طنجه. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.